السادة المشاهدين، السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. حقيقة نحن الليلة في برنامج وفي سهرة نحتفي بها بالفنان الشاب محمد عبد الجليل. برضو معاي اثنين من ال... أنا قصدت أقول شاب دي يعني عشان معاي اثنين من العجائز صحفيين كبار، نجوم كبار، غير انهم كبار في السن، هم كبار فيما يكتبوه وكبار في مشروع وكبار كصحفيين. نرحب بالاستاذ جعفر عباس الكاتب الصحفي الساخر الشهير. أرحب أيضاً بأستاذي الأستاذ الصحفي الساخر العجوز الفاتح جبرة. نحن كلنا يا أستاذ سمعنا ب يعني صحفي سياسي، صحفي فني، صحفي رياضي، لكن صحفي ساخر دي شنو يا أستاذ الفاتح؟ صحفي ساخر. أنا أول حاجة بحيي المشاهدين الكرام وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. والصحافة عموما أو الفنون عموما هي بتتقسم لأقسام، صحفي رياضي قسم، صحفي بيتكلم في السياسة قسم، صحفي ساخر قسم ثاني. السخرية فن بعيد الجذور يعني ما ما ما, ما, ما يعني ما وليد سنوات قريبة يعني من أيام ناصر الجاحظ وإلى آخره كان في كتابة ساخرة. فالكتابة الساخرة هي بتنتقد ظواهر اجتماعية وبتضخم الظواهر يعني على أساس إنه يقول لك الظاهرة دي أنتوا لو ما وقفتوها بتحصل المستوى اللي أنت شايفه ده اللي هو مستوى يعني بيكون بالنسبة للقارئ أو المشاهد مستوى بعيد شديد يعني أنت بتظن ما حيحصل لكنه بيحصل لو ما الناس عينت أو حاولت تصلح هذه الظواهر. أستاذنا جعفر عباس صحفي ساخر ومن زاوية الساخرة. والله هو الكاتب الساخر بيتناول السياسة، المجتمع، الاقتصاد، أنا تقريبا كل الأشياء دي ما عدا الكورة. فخور جدا إنه أنا ما بشجع أي نادي سوداني، ما عندي علاقة بالفريق القومي، ولو كتبت في الكورة أكيد بخش سجن لأنه هتطلع مني ألفاظ غير لائقة، عشان كده ما بتابعها. لكن الكاتب الساخر مفروض يعني كل قضايا مجتمعه يعني ما الفاتح يعني يوميا هو بيتناول شأن سياسي، معاش الناس، قضايا الناس، أكل العيش، النفايات، الجبايات، الموية، يعني كل شيء الحاصل وده سياسة. لكن يعني هو الكاتب الساخر الميزة بتاعته إنه يعني ما بيخطب، يعني الكلام الدراب ده يعني بيقدمه للناس في شكل خفيف ونقد لاذع جدا جدا. عشان كده حتى الرقيب يتحمل الكاتب الساخر أكثر من إنه يتحمل الكاتب التقليدي. السادة المشاهدين، دي ردود الصحفيين الكبيرين أستاذ الفاتح جبرة وأستاذ جعفر عباس عن الكاتب الساخر، وده تعريفهم الشخص وتعريفهم الصحفي. نحن هنتكلم مع محمد عبد الجليل عن التعريفات دي برضو. محمد عبد الجليل فنان بتاع حفلات، بتاع الحفلات العادة، يعني يقول لك بس فنان حفلات بيجيبوا لي الحفلات. في فنان صوالين وفي فنان جلسات، فنان جلسات ده اللي بيجيبوا بالعود يعني تلقى بتاع عود كده تن 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 بره، ما يصلح انه يمشي حفلة مثلا. محمد عبد الجليل انت بتصنف روحك شنو والجمهورك قاعد يصنفك انك فنان شنو؟ طيب شكرا عوض شكسبير. اولا حي الشعب السوداني بحلول العيد
كل سنة وهم طيبين، ومبسوط إني أكون في معية أستاذي فاتح جبرة وأستاذي والجعافر. كل سنة وأنتم طيبين. بالنسبة للتصنيفات دي هي بتبقى على الفنان وشخصيته هو عاوز شنو. يعني أنا الآن أنا برسم لشارع بتاع فنان مسرح، وفي نفس الوقت ما بيمنع إنه أنت تغني في بيت عرس، لأنه بيت العرس ده عندي في البيت ممكن يحصل يعني، وبنجيب فيه فنان يعني، حاجة هي ما عيب ولا في إشكال. فالفنان هو دي بتبقى على الفنان هو يعني راسم لنفسه شنو، البلان بتاعته هو الخطية شنو. في ناس هم بيغطوا في راسهم بيت عرس وخلاص يعني، ما ده رهغ نفسه بحفل جماهيري وقصة زي دي، لكن أنا عاوز أرهغ نفسي وعايز أبقى فنان جماهيري إن شاء الكريم إذا الأمور مشت كويس. وبحيي الجمهور في نفس الوقت أقول له كل سنة وإنتوا طيبين. أستاذ جعفر عباس، رأيك شنو في التصنيفات دي؟ فنان حفلات، فنان صوالين، فنان جلسات؟ والله يا أخي ما أصلي يا فنان يا ما فنان. يا فنان يا ما فنان. ما في فنانين مثلا ما ينفع تجيبه في حفلة؟ لا لا بينفع يعني، ما بيجي ما بيرد أصله، ما بينفع في حفلة ما بينفع يعني، هذا المقياس يعني. يعني كيف ما بينفع في حفلة يعني؟ يعني ما بينفع في حفلة. بعدين يعني أنا مختلف مع محمد عبد الجليل في إنه أنا أتمنى أبقى فنان جماهيري. أنت مجرد ما تغني في فرح ولا في مناسبة أنت بتغني أمام جماهير، كويس؟ أنت تغني أمام جماهير، ما الجماهير ما ضروري في إنه في صالة كبيرة ولا بتاع ولا حكاية. والموضة اللي بيعملوها بعض الفنانين لتسويق نفسهم، كويس؟ تسويق حفلات نص النهار وحفلات بتاع، وكلنا بنعرف إنه في فنانين عملوا تسعيرة وفي النهاية بيشحدوا الناس عشان يملوا لهم الصالة عشان يقول فنان جماهيري. أنت لو بتغني في أي مكان عندك جمهور بيستمع لك أنت فنان. ما في اي حاجه اسمها في فعلا فنانين صالونات وجلسات، ديل اللي ما عاوزين يعني، ديل هو فقط ما عاوزين يحترفوا، ما عاوزين يطلعوا برا، كويس. لكن محمد عبد الجليل طلع مع هيك دجالات، بعد ده زي ثاني اشخاص قبله في هيك دجالات طلعوا وغنوا سولو، كويس، يشيك طريقه براه، وبالتالي هو واثق من انه عنده جماهير طالما يملك الادوات. اينما غنى هو فنان بغني جمهور، القاعدين قدامنا ديل بيتموا 100 200 جمهور. سفاح جبرة، نسمع راي سفاح جبرة. جبرة ما بيفهم في الحاجات دي بالمناسبة. سفاح جبرة رايك في التصنيفات، تصنيفات الفنان الجماهير الفنان الصالونات؟ اوافق عمنا جعفر في انه قال لك عمك من وين يا يا اخوان؟ طبعا الاثنين ديل عندهم مشكلة، كل واحد بيقول الثاني عمي وهم ما برضوا يعني. فجبر بيقول عمي، ده بيقول عمي، فالمثل خلوه عايمة كده. فوافقوا في انه هو الفنان يا فنان يا ما فنان يعني، دي قولة يعني يفترض تكتب يقول تحتها جعفر عباس. لانه الفن يا زول فنان يا ما فنان، لعب الكورة يا لعب يا ما لعب يعني، في حاجات كده ما بتقبل انك انت يكون في النص في حاجات يعني، لعاب الا شويه، لعاب 25% فنان 40%، لا يا فنان ولا ما فنان. محمد عبد الجليل انت لعاب، انا نشهد لك انك لعاب. شكرا لك. فنان بيت العرس هو ما بكون زي فنان الجمهور، لانه فنان بيت العرس ده فرض اللي انا ماشي بيت العرس الفلاني ما عارف انه فنان في منه يعني. لكن ما زي لما انه هو يقوم يعمل حفل جماهيري عشان انت بيبقى فرق من الجمهور في بيت العرس والجمهور في المسرح، انه الجمهور في المسرح بيجيك قصدك، ما زي بيت العرس اللي هو بيكون بالصدفه يعني. ايوه بتغاز بالجماهيريه. طبعا بتغاز بالجماهيريه هي فعلا، انت بتقصد كده؟ ايوه. فهذا كان هو القصد. نحن الليله والجمهور والاساتذه الاثنين الكبار عايزين نسمع محمد عبد الجليل، وفي اغنيه حيسمعوها معنا كميه من الجماهير ان شاء الله. إن شاء الله. تفضل.
في يا معنونة يا روح يا معنى الحنين أنا بك حياتي ولو أنا مشتاق أنا صبح الظروف ممكن مشتاق وحكيكي بالحاصل علي يومي بيمر زي السنة مشتاق أنا لو مرة جدي لبرضاك صبح الظروف ممكن مشتاق السنة مشتاق ببعدك انت النور خبط قربك علي الحمد انا يا ست شجاي طيب لقايا يا سوسنة مشتاق انا شكراً جزيلاً سال الحضور سال المشاهدين في فنان بيشتهر بسبب أغنية في قاص بيشتهر بسبب قصة في رسام بيشتهر بسبب رسمة في زول بيشتهر ساكت فجأة كده في زول بيبقى مشهور يعني لا يدو لك راعو أستاذ جعفر أستاذ جعفر بيكون في مغال بيكون في كلام أنت كتبته بيكون في مشاركة أنت يا أستاذ جعفر خلاك مشهور شنو؟ الله ده الله ده يا سلام يعني هو شوف ما في حاجة واحدة زي الفنان بيكون عنده
يعني علامة فارقة يعني. هسه أنت لو قلت زول عنده سجل كبير وردي الخلى مشهور شنو؟ نعم. ما يعني وردي عمره ما طلق أغنية فاشلة، لكن تراكم يا سلام منك أنا آه وما أعرف بيني وبينك والأيام والحكاية دي طلع منه. لكن أنا عندي مقال كان انتشر انتشار فيروسي، كنت شتمت فيه راغب علامة، بدايته إذا أتتك مذمتي من راغب التكملة طبعا فهي شهادة لي بأني كامل. كان يعني فيديو كليب إنه سألوا راغب علامة أجمل نساء العالم شنو، فقال اللبنانيات، وعرضا قال أقبح النساء السودانيات. فالحكاية دي وجعتني، أنا زي أي سوداني أنا أشتم السودان، لكن زول ما سوداني ما يشتم السودان. دحيت؟ أي عفوا. طيب المغال شنو؟ أنا قبل ما أجاوب على كلامك يا أستاذ عوض، أنا داير أعلق على حديث أخونا طيب في المرة دي جماعة تزعل يا جعفر، اللي هو أنا بعتبر جعفر عباس اشتهر أكثر من قبل المغال ده بستين سنة. يعني المقال ده له يا جعفر 6-7-8 سنين مش؟ لا لا 9 سنين 13 سنة. انت قبلها ما اقدر اقول 100 يعني بكثير جدا مشهور يا جعفر. يعني المقال ده هو انا ما شارك، لكن انا اقول انه مسألة الشهرة تراكمية. يعني انت ممكن تغني اغنية واحدة تكون مشهور، ولا تكتب مقال واحد تكون مشهور، ولا تجيب جون واحد تكون مشهور. يعني المسألة هي بالتراكم وإيجادة الحاجة. إذا فنان أو كاتب أو كده شوية شوية بيكون عندك جمهور وبالتالي بتشتهر. يعني يا شكسبير الفاتح ده مشهور أنه زول لايق جدا. فاتح خلاه مشهور أنه قبلها بيكتب عن قضايا الناس، هموم الناس، وابن ود البلد العايش وسط الناس. ما زي هو طبعا بيتهمني انا مرطب حافظ هو بنزل في استاذ الفاتح. الواوات وصلوا كم؟ انت مشهور بانك بتكتب شنو؟ كانوا كم واو؟ اثنين ثلاثه بيقولوا عندي انا. بالمناسبه وقصه الكسر الثابته والواوات دي بقت عالميه. يعني قبل كم يوم بدور في النت كده فلقيت كاتب سعودي في العمود بتاعه وقال لهم انتوا ليه مصهينين؟ والله تصهينوا اعمل لكم واوات زي بتاعه الفاتح جبر السوداني. في المسألة بجد حتى يعني عدت الحدود للخارج في انه الناس ده لتثبيت واقعة معينة وانتظار المسؤولين الرد عليها. طبعا المسؤولين ديل دي بيطينة ودي بعجينة ما بردوا على الواوات دي. لا خاصة اذا المسألة فيها شوية حرج يعني زي خط في سرده فما بردوا. محمد جليل انت الشهرة دي برضو يعني في الغنى الجماعي انت عندك تجربة في الغنى الجماعي، تجربتين كبار وبدأت بتغني السبراك، بتفتكر انه الشهرة ممكن تجي للفنان المغني من خلال الغنى مع المجموعة ولا الغنى براو ولا قاعد تجي من وين للمغني الشهرة دي؟ كويس. انا قبيل كنت داير اعقب على كلام ما قبيل لسه اعقب بالمناسبة. ممكن تعاقب عادي انت ما تصبر سخن عليك شغل اصبر انت يعني عليك جديد شنو ده؟ فوتوا لي وفوتوا لي استاذنا جعافر قبل ذكر مجموعة عقد الجلاد، وانا بحيي مجموعة عقد الجلاد فردا وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. انا شهرتي في عقد الجلاد، شهرتي بدأت في عقد الجلاد يا سكسبير. يعني شهرة يعني أنا أكثر حاجتين لقيتهم في عقد الجلاد، وبعدها في حاجة بحمد على ربنا شديد إنه اشتهرت في عقد الجلاد ولقيت حب الناس في عقد الجلاد. ده لسه أنا ماشي بو الآن براي. أستاذ جمهور نحن متواصلين معاكم، لكن هنطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. We'll be right back.
السادة المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. رجعنا من الفاصل، وكل سنة وانتم طيبين يا أخواننا، كل سنة وانتم طيبين برضو. والدنيا عيد. سمعنا غنى من محمد عبد الجليل، في غنى شكله فيه شاكوش وفيه انهزام عاطفي، وغنى الشاكوش كثير سلفاتح. نحن صلعنا دي متهمين انه دي شواكيش. انت ككاتب ساخر، يعني الشواكيش دي كيف قاعد تتناولها في مقالاتك؟ ما تناولت الشواكيش دي، الانهزام العاطفي ده والهزيمه النكراء دي، ولا الصلعه دي فكره؟ لا، مقالاتنا كلها بتكون عند رساله. انا بفتكر انه اي كاتب ساخر ما عنده رساله ده مهرج، يمشي في الفرقه بتاعت نكت بتاعت كده. لكن الكاتب الساخر بيكون عنده قضيه، بيكون عنده رساله، بيكون عنده كده. من يعني ما عندنا رساله تجاه الشوكشه، فعشان كده ما الشوكشه اسمها الشوكشه. شوكشه نعم. فلكن اوكي الصغار الشوكشنا والله. استاذ جعفر، مرات تحس انه الكاتب الساخر ده قلبه مليان وجع ومليان الام كشخص، يعني صور بالضبط. نعم بالضبط. يعني السؤال ده ناجح؟ اصبتك كبير الحرم. اصبتك لي يا اخوانا كبير. اول سؤال. عندي سؤال طلع ناجح، عندي سؤال طلع ناجح. افتكر ده اول واخر سؤال ناجح ليك حيكون. حقيقة يعني يعني خليني من نفسي، شفت الفاتح جبر ده؟ اكثر ذول زهجان واخلاقه مناخيره في الدنيا، مش بيكتب كلام يفطسك من الضحك وتقول زود مجنون وبتاع. الفاتح ده ما بيضحك الا مع ناس مقربين جدا جدا، لكن يعني بشكل في الحيطه، مش لانه هو شرس، يعني اهتمامه بالهم العام والقضايا يا اخي، ويحرق من هنا ويحرق من مناخيره بتاع، ما يظهر في كتابه شعره ده حتى شواكيش ولا اي حاجه، هم وقلق وتنفتي. يعني الكاتب الساخر بيشيل وجع الناس وبيحوله الى، يعني عشان كده احنا بنكتب شواكيش. زمننا لما كنا في الجامعه ذاته ما كانت في شواكيش بالمناسبه، حبيت تعرس يعني ما في كلام فارغ. ما في، شفت الكلام ده كيف يا شباب؟ حبيت تعرس. ما في اربع شواكيش حتى ما في، ما في ما في كلام فارغ زي ده. ومرات في دول يحاول يمد قرعته وبتاع، لما تعباه البيت ما بيقول ادوش، يقولوا فتحوا لي بيبسي بارد، فتحوا لي بيبسي بارد، مش بيعمل نفس كده وبتاع، بخ وبيبقى حاجه بتاع. فابلغ من الشاكوش، مش كده؟ نعم. الشاكوش ده نزعه عدوانيه. لكن المهم الكاتب الساخر، الكاتب الساخر كاتب جاد جدا ومهتم جدا بقضايا الناس وهموم الناس وكده، وبيكتبوا هو موجوع، لكن انت توصل الجرعه كويس، يعني بشكل لطيف ومستساغ. ولذلك وانا ما بدلي بتصريح بتاع بوبار، الكتاب الساخرين هم الاعلى سعرا في الصحف، في اي صحيفه في اي حته في العالم كويس. الكتاب الساخرين هم الاعلى لانه بيكذبوا الناس. الفاتح جبره استاذ جامعي كويس، الفاتح جبرة بيقرا له زول فاقد تربوي، بيقرا له زول جامعي، بيقرا له مدير جامعة، بيقرا له رئيس الجمهورية. الكاتب الساخر لو هو مهذب، يعني عفيف اللسان، يعني حتى النقد الصادر منه بيكون مقبول على قسوته، يعني في جانب البسمات دي في مراره ووجع شديد جدا كما قلت، ودي حكمه فلتت منك يعني. صحيح صحيح، والله يعينك على التالي. استاذ جمهور، شفتوا الساده الساخرين ديل زاغوا من الشاكوش زوغه حريفه، والله سبق لي زوغتهم الحريفه. انا لو كان سالوني كان مركتبه جاي جابوا فيها يعني الرئيس وجابوا فيها كده. محمد الله يكون في عونك، دي اغنيه فيها شاكوش كبير، كلمنا عنها في الاول حبه عشان نسمعها. الله يكون في عونك. طيب، اول انا بحيي الشاعر والملحن مهدي مصطفى. الله يكون في عونك، هي كلماته والحانه، حيوه وقول له كل سنه وانت طيب. نسمع الله يكون في عونك كلنا مع بعض. الله
الله يكون في عونك يا قلبي الحزين، تخلصنا ويخونك وتناسى الحنين. الله يكون في عونك يا قلبي الحزين، تخلصنا ويخونك وتناسى الحنين. البعيد بتحب أمانه تتعذب شديد، عارفك ديما مخلص للحد البعيد، بتحب أمانه تتعذب شديد. أديت كل حنانك ملقيت البريد، أصبر له منصف ما بنسى كتير. الله يكون في عونك يا قلبي الحزين، تخلصنا ويخونك وتناسى الحنين. كانت الدنيا
دايما ما بتدي الحريف. الله يكون بعونك يا تخلص لي ويخون وتناسى الحنين. محمد عبد الجليل، والله يكون في عون الجميع يا اخوانا. ليه الكتاب الساخرين الصحفيين استاذ فاتح استاذنا الكبير، كثير من القضايا السياسيه انت اتناولتها بشكل ساخر، هل ده هروب من المساءله؟ هل ده هروب من المواجهه؟ هل ده هروب من السلطه؟ ونخطها تاخ عديل كده. هو بالعكس، ده دي مناطحه راسه عديل، ما في يعني ما في هروب. هروب شنو يعني؟ بتتناولوا يعني قضايا يعني حساسة يعني بشكل ساخر، يبعدكم من المساءلة. بالعكس، انت لو تتناول قضية بشكل ساخر انت بتخلي المسؤول موضع هزء وسخرية، مش كده؟ يعني ما زي الناس اللي بتستعملوا الحيل البلاغية، ورغم مع ادراكنا لكامل منجزات سيادته الا اننا نأخذ عليه. ما في حاجة ما نأخذ عليه، اضرب في المليان. لكن انت خلي الزول اللي بتلقى الكلام بتاعك ده يحس انه بيشاركك في انه في الضرب ده، وانه الحكايه دي ممتعه. كويس؟ لا، نحن لا نتهرب، لا نتهرب. كويس؟ انت لا تذكر ربي سوء. وبعدين اتحاد الاذاعات العربيه اساسا قائم على شنو؟ اذاعات بلدك ما تشتمني، اذاعات بلدي يعني قائم على قمع حريه الراي. أنا حقا كتاب ساخرين، واجبنا إنه نستخدم السخرية كسلاح للضحك على الرقيب، وبنضرب بس فوق الحزام. كويس؟ لكن لا ما في كاتب ساخر جبان. أستاذ الفاتح، في ناس كثير في الأسافير فيسبوك في الكده بيفتكر إنه الكاتب الساخر تنفيس، هو تنفيس للسلطة، تنفيس للكده، وده اتهام انت تواجهت به كثير. رايك شنو في الكلام ده؟ والله انا يعني بيتهم انه انا يعني بنفذ عن الشعب السوداني، فالشعب السوداني يفتكر انه الفاتح جبرة ده هو بيتهمني انا، باعتبار انه انا متهم بانه المواطن بيكون هو زهجان من الوضع الحاصل بتاعه، بقوم اكتب لي مقال بضحكه وبنزل من الضغط بتاعه، لدرجة انه انا طالبت بانه انا ادخل القصر مستشار للتنفيس. مستشار للتنفيس؟ اي ما دخلوا ناس كتار، انا ما اعرف على جبر ده ما اعرف يعني ما يخش مستشار للتنفيس. فالمسألة انا ارجع للسؤال سألته الاستاذ جعفر، مسألة انه هل نحن بنهرب؟ طبعا الجزء اللي انت قاصده استاذ جعفر ما ظهر هو مسك في حتة واحدة، افتكر انه هو عوض بيفتك داير يسال عن هل يعني كيف انك تنتقد حاجه وممكن انت تواجه باي عقوبه كانت. ما بيسال ولا ولا ولا, ولا ده ما سؤال صحيح يعني ما بيسال. يقول لك يا اخي ما يا سلام، هي الكاتب الساخر يعني زي استاذ جعفر مثلا ممكن ينتقد حاجه بصوره فظيعه، ولكن المقال بيكون مشفر، يعني انت بتكتب مشفر والقاري بيفيك شفرته وبيعرف الحاصل، والرقيب او ايا كانت الجهه المسؤوله عن انك انت تسالك ما يقدر يقول لك حاجه. صدقني لا اجامل احدا، وانا عمري ما مدحت مسؤول. يا سلام. يعني حتى لو احسن، حتى لو احسن ما عاد يجيب لنا شبهه بتاعت انه
بيقولوا شنو هنا في السودان الزول الاي بكسر تلج كسر ده بالنسبه لي تعبير جديد طبعا عرفته قبل سنة. بالانجليزي اسمه شنو؟ ها بالانجليزي ممكن يكون اسمه شنو كسر ده؟ بريكينج ذا ايس. بريكينج ايس ايوه. محمد عبد الجليل انه الاغنية رساله وفيها مسج في النهايه. تفضل. شكرا محمد. الشعراء كثير من المبدعين عندهم غاوون وعندهم ملهمات وشيطان شعر وأوقات محددة للتجلي. الكاتب الساخر عنده أوقات للكتابة؟ أنا ما عندي أوقات للكتابة ولا عندي يعني شوف يعني أنا حتى السؤال ده يعني في ناس يقول لك أنا ما أعرف بكتب إلا في ظروف إيه يعني كلام فارغ. أكتب لما أكون رايق أكون صحيت من النوم شبعان كويس بتاع مسترخي بتاع يعني ما بحيث ما شيطان يعني مرات بيجيك فكرة قد تساعدك في أنك تنطلق بدل مقال مقالين ثلاثة. الفاتح ده لما بدأ بالمناسبة كان درويش ما بيعرف سوق التسعيرات والحاجات دي كان بيكتب صفحة كاملة يعني صفحة كاملة وبدو عليه عمل أليم يعني مشيت قلت له انت درويش شنو ده تقسم الصفحة دي تغطيك شهر وتاخذ على شيء الفلاني كده يعني تعلمت القطاع ده لا 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 ايوه قلت له تكتب عمود بس شنو صفحة كاملة بتاعه هناي صفحة يعني كلام ده صح احنا احكيها كده احكي علينا انا احكيها انا احكيها وبعدين احنا نجاوب على سؤالك اللي انت سالته ده. انا طبعا كنت بكتب في صحيفه الخرطوم سنه 96 وبعد ذاك مشيت السوداني 2004 بديت في السوداني لحسن الحظ يعني
كان شوية المخرج المهم كنت بكتب مغالات، افتكر انها نالت حظ من الترويج والناس، والناس ابتدت تعرف في بيكتب ساخر اسمه الفاتح جبرة. بعد 3 سنين في السودان ولا 4 سنين لظروف ما كنت داير اسيب السودان امشي جريده ثانيه، حز في نفسي انه دي الجريده اللي انا اشتهرت فيها انه غادره، يعني احنا برضو بنتعامل بالوصول. ف قلت لي ضربت الاستاذ جعفر كان في قطر، قلت له يا استاذ يا اخي حاصل كيت 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 كيت، وانا يا اخي الجريده دي انا اشتهرت فيها، الكلام ده كان قبل 12 13 سنه، وما ها اعمل شنو؟ قال لي يا اخي شوف ما في حاجه اشتهرت فيها ولا مش اشتهرت فيها، انت اللي بديك ريال زياده تمشي له. بالضبط زي اللاعب. ايوه فكه تسجيلات انا بتاع انت نادي زفت الطين حيديني 170 مليون انت حتديني 70 مليون مالك انا همشي، كل اللاعبين بيعملوا كده، هو يقول لك هناك الهلال عقيده والمريخ عقيده وبتاع، والله العظيم تقرص له كده شفت يلحس عقيدته دي يمشي. انت في النهايه استاذ الفاتح انت ملهماتك. نعم انا ما ملهماتك بتكتب 200 كده بالليل. لا انا اقول لك حاجه، انا عاده حتى لو المغالي تخمر في ذهني أثناء اليوم لكن بكتب بعد الساعه 1 بالليل. تعرف في حاله زي الشاعر مثلا برضو، الحاله دي انت بتكون زي ما انا بقول يا ماسك كهرباء يا ما ماسك كهرباء. ايوه ماسك كهرباء يا ما ماسك كهرباء، ماسك كهرباء يعني في كوبسي كده في بتاع كهرباء خاتمه لك في راسك، انت مشحون بتشتغل تمام او ما في الكوبسي ما في، بتكون زيك وزي اي زول في الشارع ده. الحته دي بالذات ايوه انا ما عندي طقوس في الكتابه. ايوه انا عكسه، انا زول بنوم بدري من عائله محافظه بتنوم بدري من عائله محافظه تمام يعني لكن شايف الكتاب الساخرين أي بيخطوا الحاجات بين السطور كيف، لكن احنا قدرنا نرجع له زايغ انه هو عنده ملهمات. لكن قداسي انت عندك الحته اللي قال الفاتح في حاجه بيسموها بالانجليزي رايترز بلوك. اي بعرفها رايترز تكفل معاك، يعني انا مرات ما بعرف شفت اكتب جمله مفيده ما في اي حاجه بح، عشان كده لما تكون في اللحظه بتاعت التجلي انا بقعد بكتب 4 5 مقالات، والناس يعني الجرايد بيحبوني لهذا السبب بالمناسبه، يعني انا الليله الجرايد اللي انا بكتب فيها مثلا اخبار الخليج في البحرين الليله يوم شنو في الاسبوع الخميس وسلام، انا عندي مقالات لغايه يوم الاربعاء الجاي. العجرميات دي ما ملهمات برضو، انت ننسى عجرم دي في مقالاتك كنت قاعد تلهمك والهيفاويات هاي تلهمني ولا تلهمني ولا بتهبلني. انا اي وحده بتغني تستخدم اعضاء من جسمها غير الفم واللسان انا بحتقرها، فالعجرميات الهيفاوات الحاجات دي كلها بتاع يعني حتى في فناناتنا بالمناسبه يعني احنا طبعا بقينا زي ما الجزائر بلد المليون شهيد انا بلد المليون مطرب، وبيغنوا بالقصه والهزهزه والحاجات دي. سودانية ولا كمبودية أنا ما بتنفع معايا، ما بصبص الكلام ده كله بصبصة يا جماعة والله العظيم. لو بصبصة صفقوا، لو بصبصة صفقوا بصبصة يعني والله العظيم انتوا كلكم مرتزقة ساكت. يا أستاذ جعفر كلكم مرتزقة ساكت. لا انت ممكن تلعب على الناس زي كلهم لكن علي لا، يعني عارف سري علي لا يعني زول بيقول لك اتعلمت تعمل رقبتك كده شفتها وين؟ شفتها قبل ما تعمل رقبتك خلاص وين؟ لا 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 شفتها وين؟ في فرق الفاتح، في فرق انك انت تشوفه مره قول مره ديل بيسمعوه ولا كده يا استاذ ديل بيسمعوه ما بشوفوه انت قلت لا ما بشوف ديل ناس سمعوا شوف يقول لك فلانه دي سمعوا شوف سمعوا شوف كويس. حمد عبد الجليل الجمهور هو الحكم، من هم جمهورك يا حمد عبد الجليل؟ جمهورك منهم؟ هم السند واهلي سند. هذا هو ايوه هو السند والاهل ده الجمهور يعني، لانه هو الوحيد يعني انا الانصفني يعني، لانه يعني انا ما كانت عندي اي حاجه غير ربنا
دعاء الوالدة والجمهور. ما في حاجة. وبرضو يعني عشان ما الحاجة دي ما أنساها بحيي الفرقة الموسيقية لأنهم صبروا علي جدا. حييهم منعم شو وزومبا وميدي ووليد كمان والصادق كمان وأكورديون كنونو وحاتم إيقاع وشرس طبلة وخليل بيز وعباس جيتار ورعد كيبورد وأيوب كونغا. ديل كلهم صبروا علي جدا وأنا بحييهم وبحبهم جدا لأنهم هم داعمين في المشوار. إذا في مزيكا سمحة والناس بتقول إنه في مزيكا سمحة هم عندهم القدح المعلى في الحاجة دي ونحييهم كثير. محمد في غنية الفنان المغني بيكون يعني خاتيها يعني نحن نقولها في الزيت كبده كده يعني في غنية المغضغض عليها والمطبطب عليها انت حتغني شنو لجمهورك؟ وانا حاسس انه انت في غنية حاسس انه دي حقت جمهورك وحتغنى لهم في ختام الحفلة ده. والله وانا غناي كله في الزيت كبدي كله في لذة كبيرة. أيوة أفلز واحدة. أيوة أسامي مشاهدين سادة الجمهور الكريم أنتوا كنتوا الحكم في سهرتنا دي وفي حفلتنا الليلة مع الفنان الكبير محمد عبد الجليل ومع الكاتب الكبير الأستاذ الفاتح ومع الأستاذ الكبير أبو الجعافر. شكرا جزيلا، شكرا لحضوركم أساتذة الكبار، شكرا لأناغتكم والليلة كنتوا أنيغين جدا وخرجتونا نحن كشباب يعني أنا محمد عبد الجليل. شكرا جزيلا وكل سنة وأنتم طيبين. عيني بتناجي خيال عينك دي
مرات غيمة يا ريت لو قلبك كان عارف أنا نيتي معاك نية سليمة كان قلبك يوم حسن وانت الغلطان حق الريت كان حقه عليك تسأل عنه وريني 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 انت القصة شلون وريني وريني وريني